السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفوتك فور يو. معاكم مروة سليمان وفيديو جديد إن شاء الله يكون فيديو مفيد على قناتنا. النهاردة جاي أتكلم عن كاب كات والتحديثات الجديدة في كاب كات. كاب كات منه أبليكيشن ممكن تنزله عندك على الموبايل أو على الديسكتوب، وأنا بفضل أستخدم الكاب كات على الديسكتوب. البعض بيستخدمه على الموبايل، كل واحد طبعا على حسب استخدامه او على حسب المناسب ليه ايه. وايضا في الكاب كات اللي هو الويب اب، اللي هو الابلكيشن اللي ممكن انك انت تفتحه عن طريق الويب، يعني من خلال الويب سايت نفسه، وده اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده. فاحنا النهارده هنفتح الكاب كات من على الويب براوزر ونشوف الجديد في كاب كات. واهم هذا الجديد اللي جاي اتكلم عنه النهارده وهو السب تايتلز اللي ممكن تتحط على الفيديو بلغات عديده ومنها اللغه العربيه. فالنهارده تقدر انك انت ببساطه تحط السب تايتلز على الفيديو بتاعك بمنتهى البساطه، مهما كان اللغه الخاصه بالفيديو السب تايتلز او الكابشنز تبقى محطوطه على الفيديو. كنت اتكلمت في الفيديو السابق عن اضافه، لو انت هترفع فيديو على اليوتيوب من خلال استوديو اليوتيوب بمنتهى البساطه تقدر تحط السب تايتلز باي لغه، اي لغه انت عايزها مهما كان اللغه الخاصه بالفيديو. دي طبعا حاجه ممتازه جدا من اليوتيوب، ودلوقتي بدات الابلكيشنز كمان تضيف هذه الاضافه علشان تسهل على منشئ المحتوى اللي بعض الناس بتحب انها تقرا السبتايتلز، او حتى لو انت عايز توجه المحتوى بتاعك بالنسبه ليوتيوب مثلا لحد تاني مش بيتكلم اللغه بتاعتك والتارجت اودينس مختلفين او جمهور مختلف تقدر تعمل الموضوع ده. تعالوا نرجع مره تانيه كده الكاب كات ونشوف الجزء المتعلق بالجديد في كاب كات ومنه الجزء الخاص بالسب تايتلز. اول ما هنخش على كاب كات من الويب براوزر هتلاقي تحت في حاجه اسمها واتس نيو. واتس نيو بيقول لك ايه الجديد اللي حاليا موجود في كاب كات. في عندك ريكورد، جزء متعلق بان انت تريكورد او تكابشر الانتاير سكرين، ان انت تسجل الشاشه. وفي كليك اند شير، في جزء برضه متعلق ان انت تقدر تعمل شير للفيديو بتاعك افري وير، على الفيسبوك على انستجرام وعلى حاجات تانية كتير. وطبعا في كل تحديث بيديك فيديو بيشرح لك فيه الموضوع ده بيتم ازاي. في الجزء اللي احنا النهارده خاصه طالعين نتكلم في الفيديو عنه وهو المالتي لانجويج سب تايتلز، تقدر انك انت تحط السب تايتلز على الفيديو، وهنا بيدعم لغات كتيره جدا وورلد وايد اودينس. تكست تو ايمج وايمج تو تكست اللي هو الجزء المتعلق بالاي اي اللي موجود داخل كانفا، وانا كنت اتكلمت في فيديو قبل كده عن الجزء المتعلق بالذكاء الاصطناعي داخل كانفا تقدر انك انت تشوفه. في ترانسكريبت بيزد اديتنج، دلوقتي تقدر انك انت تعمل اديت على الترانسكريبشن، والترانسكريبشن وهو الكلام اللي موجود جوه الفيديو بيطلع لك على هيئه تكست تقدر تاديت عليه. بعض الناس بتشوف بعض الفيديوز زي على كورسيرا او على يوديمي بيبقى فيه ترانسكريبت للفيديو، بيبقى موضوع اسفل الفيديو نفسه. هنا ممكن انك انت تعمل اديت كمان على الترانسكريبت. تعالوا كده نشوف بقى الجزء اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده ونركز عليه وهو متعلق بالسبتايتلز. طبعا قبل بس ما نتكلم في الحته دي، حته مهمه جدا لازم نبقى عارفينها، ان انت بيبقى لك ستورج سبيس بتشتغل عليها، انت بتستهلك ليك لحد 1 جيجا بايت فور فري بتقدر انك انت تستخدمه على الكلاود. ولكن لو انت هتعمل ابجريد يعني عايز ايضا مجاني، فهنا مثلا سي لو انا فتحت التاسك سنتر هبص يقول لي تقدري ان انت تكليم 2 جيجا بايت، يعني تطلبي ال 2 جيجا بايت بتاعك في حاله زياده، في حاله ان انت دعيتي شخص جديد للسبيس. اكسبورت ا فيديو تقدري تكليمي او تطلبي 500 ميجا بايت. انفايت تو بيبل هتقدري تعملي ابجريد لمده 6 شهور وتاخدي 5 جيجا بايت. نرجع بقى مره ثانيه كده نكريت فيديو ونشوف الجزء المتعلق بالسبتايتلز عامل ازاي. انا هحط مثلا فيديو عندي هنا، هنا اول ما بتفتح بيقول لك سيلكت اسبيكت ريشيو، فهنا عندك الاسبيكت ريشيو اللي احنا متعودين عليها اللي هي 16 ل 9. لو انا رحت كده عملت اد لو رحت عملت اد بالمنظر ده كده في التايم لاين، هبتدي بس ايه يعني اصغر شويه الفيديو بتاعي على سبيل المثال، اعمل له سبلات. هو طبعا ايه لسه بيتعمل له ابلود، ده بالنسبه للفيديو اللي انا هشتغل عليه. في هتبص تلاقي بقى عندك هنا بعمل سيلكت على الفيديو،
هبص الاقي عندي هنا في جهة الشمال الجزء ده كده حاجة اسمها كابشنز وحاجة اسمها ترانسكريبت. لو انا رحت هنا على الكابشنز ودوست كده على الكابشنز، هلاقي في عندي اوتو كابشنز يعني اوتوماتيكلي يريكوجنايز السبيتش. في عندي مانيوال كابشنز ادخلها بشكل مانيوالي لو انا عايزه الكابشن يبقى بشكل مختلف على اللي انا بقوله او اظبطه اعمله باللغه العربيه مثلا وانا بتكلم اللغه العاميه. وفي عندي اوتو لاركس، ده ماليش دعوه بيه، ده له علاقه بالسونجز او بالاغاني، مش ده اللي يخصنا. فهنا مثلا عندي الاوتو كابشنز بالمنظر ده، هنا بيقول لي لانجويج يوزد ان فيديو، فبختار اللانجويج الموجوده وهي اللغه العربيه، وابتدي ان انا اقول له جينيريت. لما هقول له جينيريت هيبتدي يجينيريت الكابشنز على الفيديو. ايا كان بقى الفيديو بتاعك بتستخدمه وايه، هتعمل له اكسبورت وهترفعه في اي حته انت عايزها. ادي الكابشنز بتاعتي اهي، لو وقفت عليها، لو اللي هنا باللغه اللي خليتها باللون الاسود ممكن اتحكم في اللون الخاص بالكابشنز بتاعتي. هقف على هنا اي اهو مثلا، هقف هنا على الكابشن ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واروح في البيزك وابتدي ان انا اختار اللون اللي انا عايزاه. وممكن كمان ان انا هنا اللون الستايل فيه اللون الاسود، ممكن هنا اعلي السكيل شويه مثلا، وانا عايزه اعلي السكيل الخاص بالكابشن اكبرها شويه. لو انا عايزه اخلي فيه باك جراوند على سبيل المثال ابيض بالمنظر ده، ممكن اعمل باك جراوند ابيض، ممكن اعمل باك جراوند احمر، اللي انا عايزاه. يعني اقدر اتحكم كمان في الكابشنز اللي موجود. هبص الاقي كله هيتعمل له ابلاي على كل، هيتعمل له ابلاي على كل الكابشنز الموجوده. ده بالنسبه لي الكابشن. طبعا تقدر تعمل اد لو انت عايز تضيف حاجه، عايز تعدل في حاجه تقدر تعمل الكلام ده، عايز تعمل ديليت لجزئيه تقدر تعمل ديليت لجزئيه. الجزء المتعلق بالترانسكريبت هنا لانجويج يوز ان ميديا باللغه العربيه، وهنا بيقول لي سيلكت تراك، يعني انت بتسيلكت التراك اللي انت عايز تستخدمه، وبعد كده بتبتدي تعمل ترانسكرايب. هنا بيعمل لك جنريت لي من الفيديو السبيتش بيطلعه لك، تقدر تعمل عليه برضو اديت براحتك. يعني لو انا رحت كده عملت ترانسكرايب اهو، ادي الموجود عندي، اقدر اعمل اديت اللي انا عايزاه واظبط اللي انا عايزاه. وفي عندي في الجزء بتاع في الفيلر ووردز، لو انت عندك كده السبيتش جابز اللي موجوده في النص، لو انت عندك في اي جاب في السبيتش يقدر ان هو يعملها لك ريموف مثلا، ودي ظهرت عندي في كذا فيديو عملت ريموف لبعض الجابس اللي انا كنت بقف فيها مثلا، فبيبتدي ان هو يشيلها. فبصراحه انا شايفه كاب كات بيعمل شويه ابديتس حلوه قوي على البرنامج او حتى الويب ابلكيشن. ان شاء الله باذن الله على القناه كل يوم موقع جديد هتكلم بشيء من التفصيل عن التحديثات الجديده المرتبطه بالاصدار الحديث لكاب كات، على شويه حاجات جميله نزلت في كاب كات هتفيد جدا الناس اللي بتعمل محتوى فيديو، هيبقى مميز جدا جدا جدا. تابعونا الفيديو الجاي ان شاء الله على قناة كل يوم موقع جديد، وباذن الله تستفيدوا بشكل كبير جدا من اللي بنقدمه. بعد ما بتخلص خالص بتبتدي تعمل اكسبورت للفيديو بتاعك، وتبتدي ان انت تعمل له داونلود، وتقدر انك انت تنزله لحد 4K 4K. طبعا طبعا لو الفيديو طويل 4K هياخد مساحه كبيره جدا، فممكن يكون للاسف الشديد مثلا زي ما ينزلش معاك، فخد بالك انت ليك 1 جيجا بايت، وزي ما قلت لك اللي بيديك شويه كده امتيازات معينه لما انت بتدعي حد من الاصدقاء بتاخد مساحه اكبر. هو ال 1080 عموما ريكومندد. اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهارده على قناه انفو تيك فور يو، بنحاول نقدم لكم كل جديد وكل مفيد خاصه لمنشئ المحتوى. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله تعالى على قناه انفو تيك فور يو. زي ما بقول لك في نهايه كل فيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.